بسم الله الرحمن الرحيم. لا فرنسية السنة الثالثة ابتدائي. نستأنف مع الصفحة رقم 72. في أول الصفحة كما نرى عندنا دير إنكويزي، يعني قول قصيدة أو قول شعر. إذن كاديكو يعني حالة صدى. طبعا الحال تنعرف بأن الصوت خاصة في الجبال أو في بعض المناطق التي تكون فيها بنايات مثلا أنه تتردد الصدى، يعني أنك تقول شي كلمة ثم أننا تنسمعوا هذا الصوت تتردد من مكان لآخر. إذن هذا يسمى ليكو. طبعا الحال لا تقرأ ليشو ولكن تقرأ ليكو. عندنا هنا كاديكو يعني حالة صدى. إذن بحال غنتكلم على واحد الحالة راه تسمع في واحد الصوت وغيبقى يتردد من مكان لآخر. إذن القصيدة ممكن أننا نقرأها كالتالي: كوكو كو أن كوك في كوكو غيكو أفيك أن فيف دون لودو إن بول في كغالاكا أفيك أن نغمونيكا أتوا. كوكو كو أن كوك في كوكو غيكو أفيك أن فيف دون لودو إن بول في كغالاكا أفيك أن نغمونيكا أتوا. كوكو كو Un coq fait cocorico avec un fèvre dans le dos. Une poule fait caralaca avec un harmonica à toi. Et d'un camarade aïna, un coq fait cocorico avec un fèvre dans le dos. Et d'un c'est quoi un fèvre? C'est quoi le fèvre? Comme nous voyons sur l'image, voilà, c'est un coq qui a un fèvre dans le dos. Voilà un coq qui a un fèvre sur le dos. C'est quoi un fèvre? Un fèvre, c'est une petite flûte en bois. Voilà, c'est un fifre. Comme nous le voyons sur l'image, c'est un fifre. Voilà, c'est un fifre. Ensuite, que veut dire harmonica? C'est quoi une harmonica? Une poule fait karalaka avec un harmonica. Alors, c'est quoi un harmonica? Harmonica veut dire petit instrument de musique que l'on met en vibration, en soufflant et en aspirant. Il en a des tarifs d'huile. كلمة هارمونيكا petit instrument de musique que l'on met en vibration en soufflant et en aspirant. إذن طبعا الحال عموما نتكلم عن فيفخ et هارمونيكا. كما قلنا فيفخ المقصود به une petite flûte en bois. إذن مزمار صغير أو ناي صغير من الخشب. une petite flûte en bois. c'est une petite flûte en bois. طبعا الحال لا فليت المقصود بها الناي. ممكن انه يكون ناي من بلاستيك، ممكن انه يكون من خشب، ممكن انه يكون من قصب، ولكن هنا نتكلم عن ان فيفخ. اذا هو ناي ولكن من خشب. اذا سيت اون بوتيت فليت اون بوا. فيما يخص هارمونيكا سيت ان بوتي انسترومون دو ميوزيك، اذا هي اداه صغيره للموسيقى. سيت ان بوتي انسترومون، إذن هي أداة صغيرة. c'est un petit instrument de musique للموسيقى. que l'on met en vibration، التي نجعلها en vibration، التي نجعلها في ارتجاج. طبعا حتى نتكلموا على الفيرب vibrer. vibrer يعني ارتجى، تجعل شي حاجة تتحرك بواحد السرعة وتعطي واحد الصوت. بحالاش؟ بحال داك الخيط ديال الكمان. إذن الخيط ديال الكمان لكي يصدر الكمان صوتا، إذن طبعا الحال نجعل هاد الخيوط ترتج من خلال الحك أو من خلال النقر. إذا نتكلم على الفيرب فيبري أو بيان لا فيبغاسيون، أو بيان لا فيبغاسيون يعني ارتجاج. هارمونيكا فو دير أن بوتي انسترومون دو ميزيك كولون مي أون فيبغاسيون، التي نجعلها كولون مي. طبعا الحال عندنا الفيرب ميتر، إذا هنا عندنا كون مي. كون مي التي نجعل أو التي نضع، بالأحرى التي نضع. المقصود التي نضعها في ارتجاج، المقصود أننا نجعلها في ارتجاج. كولون مي أون فيبغاسيون أون سوفلون. كيف ذلك؟ أون سوفلون يعني نافخينا. إذا نجعلها ترتج نافخينا، يعني أننا نجعلها ترتج من خلال أن نفخي من خلالها. إذا كولون مي أون فيبغاسيون أون سوفلون إي أون أسبيرون. إذا فيما يخص الهارمونيكا بطبيعة الحال أننا نجعلها ترتج من خلال النفخ فيها، ومن خلال استنشاق الهواء من خلالها، ومن خلال استنشاق الهواء وجر الهواء بحد القوة من خلالها، وبالتالي ضغط
هاد الريح ذهابا وإيابا من خلالها، إذن يجعلها ترتج وتحدث هذا الصوت الموسيقي. إذن كما نرى على الإيماج، voilà c'est un fifre، voilà c'est un fifre، et encore voilà c'est un harmonica، et aussi voilà c'est un harmonica. إذن alors d'après le texte، كفلوكوك، ماذا يفعل الديك؟ أو ماذا فعل الديك؟ كفلوكوك، ماذا فعل الديك؟ إذن il fait cocorico، إذن طبعا الحال هو فعل cocorico. طبعا الحال هاد كلمة cocorico في اللغة الفرنسية نسميها une onomatopée، c'est une onomatopée، بحال في لي ديسان انيمي في الرسوم المتحركة. إذن بعض الكتابات تسمى onomatopée، هاد onomatopée المقصود بها هو واحد الكلمات تتعبر على بعض الأصوات. إذن هاد الكلمات مسمى في اللغة الفرنسية onomatopée، c'est une onomatopée، كما عندنا هنا c'est une onomatopée émettant le chant du coq، إذن طبعا الحال هي واحد الكلمة تعبر عن صوتين émettant le chant du coq، مقلدة صوت الديك. إذا نتكلم على واحد الكلمة تقلد صوت الديك، إيميتي يعني قلدة، ومنها ليميتاسيون، ليميتاسيون يعني التقليد، يعني أنك تتقلد شي واحد تتبغي دير بحاله. إذا هنا عندنا واحد الكلمة تتبغي تقلد واحد الأصوات، بحالاش؟ بحال اللي تنديرو حنا في الدارجة مثلا، تنقولو مثلا سمعت واحد الصوت تشاخ، إذا هاد تشاخ هذه كلمة تقلد واحد الصوت، أو نقول مثلا هو ضرب الباب زداف، إذا هاد زداف، إذا هاد الكلمة تسمى onomatopée. إذا بحال هاد كوكوريكو ما هي إلا كلمة تقلد صوت الديك. إذا نتكلم عن une onomatopée émettant le chant du coq، إذا نتكلم عن كلمة تقلد، تقلد ماذا؟ le chant du coq، تقلد غناء الديك، لو شون يعني غناء، تجي من فعل شونطي، ولكن المقصود به هنا صوت الديك، كأن هذا الديك طبعا الحال يغرد أو يغني. كف لا بول، كف لا بول، كف لا بول، ماذا تفعل الدجاجة؟ كف لا بول، ألفي كغلاكا، ألفي كغلاكا، ألفي كغلاكا، ألفي كغلاكا، وبيا لا بول فكغلاكا. إذن نفس الشيء عندنا هنا، كغلاكا c'est une onomatopée émettant le chant de la poule، إذن هاد كغلاكا إذن هي أيضا c'est une onomatopée émettant le chant de la poule، إذن مقلدة صوت مثلا الدجاجة. إذن كف لو كوك، كف لو كوك، لو كوك في كوكوريكو، لو كوك في كوكوريكو، يعني أن الديك يفعل كوكوريكو. إي كو في لابول، كو في لابول، لابول، لابول في كغلاكا، لابول في كغلاكا، أو بيان إل في كغلاكا. دو كيل إنسترومون دو ميزيك بارتون دون سو بوام، دو كيل إنسترومون دو ميزيك بارتون دون سو بوام، عن أي أداة موسيقى نتكلم في هاد القصيدة، نتكلم في هاد القصيدة. دو كال انسترومون، عن أي أداة دو ميزيك، دو ميزيك، عن أي أداة موسيقى بارتون نتكلم دون سو بوام، في هذه القصيدة. اون بارل دو فيفخ اي دارمونيكا، اون بارل دو فيفخ اي دارمونيكا، إذا نتكلم عن هذين الأداتين. اون اوتر كيستيون، quel est le titre du poème؟ Quel est le titre du poème؟ Et dans le titre c'est؟ Et dans le titre du poème c'est Kadeko. Et dans le titre du poème c'est Kadeko. Et dans هو حالات صدى، حالات صدى. La dernière question، de combien de vers est composé ce poème؟ De combien de vers est composé ce poème؟ من كم بيت شعري تتكون هذه القصيدة؟ دو كومبيا دو فير اي كومبوزي سو بوام؟ إذا فلنعد هاد الأبيات. أون كونت لي فير دو سو بوام، أون أن، دو، تخوا،
4, 5 et 6. إذن on a 6 vers. On a 6 vers. إذن عندنا 6 أبيات. كما تلاحظوا بأن كل بيت تيجي على مقاس ديال البيت الآخر. كل بيتين أنهما لهما نفس النبرة الموسيقية ولهما نفس الإيقاع، لهما نفس النهاية. إذن عموما كما قلنا كاديكو يعني حالات صدى. إذن كما قلنا كوكوكو أن كوك في كوكوريكو، ديك يعني أنه صاح يعني أنه أحدث صوتا، أفيك أن فيفخ دون لوبو يعني حاملا مزمارا على ظهره، أفيك أن فيفخ دون لوبو يعني أنه حاملا مزمارا على ظهره، إن بولفيك علاكا دجاجة أحدثت صوتا بهذا الشكل كغلاكا. إذن إن بول في كغلاكا إذن دجاجة تفعل كغلاكا أذك أرمونيكا ومع أداة موسيقية التي تسمى أرمونيكا. أتوا إليك إليك دوروكا، إذن طبعا الحال دوروكا. إذن وأنا أنشد القصيدة في آخرها أقول لك إليك دوروكا. إذن لتعيد أنت بدورك القصيدة وتنشدها إليك. إذن هذا فيما يخص الحلقة. حياكم الله ورمضان مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بألف خير، وإلى لقاء قادم بإذن الله.